وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الخبير في العلاقات الدولية سامي المرشد. مرحبا بك في نشرة الثامنة اليوم. وفي إطار الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، كيف ترى مستوى العلاقات الدولية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا؟ نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين والمشاهدات. الواقع كما ذكر تقريركم المميز في الواقع والشامل، المملكة العربية السعودية وفرنسا علاقاتهم تاريخية تعود إلى زمن بعيد، وزيارة صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله لفرنسا جاءت بدعوة من الحكومة ومن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يعني يتطلع إلى لقاء سموه والتباحث معه في كل القضايا الثنائية. حتى أختصر لا أكرر ما ذكر في التقرير، علاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا تشمل كافة المجالات، ولاحظنا أن كلا الطرفين أكدا على هذه المسألة وقالا أنهما في البيان الختامي أو في الإعلان أنهما يريدان تطوير هذه العلاقات إلى أفق أوسع. جمهورية فرنسا دولة مهمة جدا، هي وألمانيا تقودان الاتحاد الأوروبي ولها ذراع طويل في كل قضايا المنطقة، إضافة طبعا إلى العلاقات مع المملكة ودول الخليج في مجال الطاقة، في مجالات التعاون الآن في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، أزمة الغذاء، يعني تأكيد تدفق مشتقات الطاقة من المملكة ودول الخليج كلها طبعا إلى أوروبا في هذه، طبعا مع الاحتفاظ بكل الاتفاقيات الموقعة سواء في أوبك وأوبك بلس. دول الخليج والمملكة دائما يراعيان هذه المسائل، مصلحة المنتجين ومصلحة المصدرين بنفس الوقت، وسياسة المملكة دائما متوازنة في هذا المجال. بالنسبة لقضايا المنطقة، فرنسا لها يد طويلة في الواقع، في الأزمة السورية، في الأزمة اللبنانية، في موضوع الملف الإيراني والتهديدات الإيرانية، موضوع اليمن، كل هذه الأمور بحثت وتطابقت وجهتا النظر بين فرنسا والمملكة في أنه لا بد من العمل سويا مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة لمعالجة هذه القضايا. المنطقة في الشرق الأوسط مرت بظروف صعبة جدا، والمحرك للإرهاب في المنطقة هي مع الأسف الشديد إيران، وعلى إيران أن تلتزم بالقانون الدولي وعدم تهديد دول الجوار كما تفعل الآن. فرنسا اتفقت مع المملكة في هذه النقطة، وهذا في الواقع لمصلحة المملكة والمنطقة ومصلحة الشعوب العربية والإسلامية جميعها. طبعا فرنسا أيضا أيدت الهدنة في اليمن وأيدت الخطوات التي تتخذها المملكة في هذا الصدد. أزمة لبنان اتفق البلدان أيضا على أن أمن واستقلال لبنان وسيادة لبنان يجب أن تكون يعني تعود إلى طبيعتها، وتوقف الميليشيات والسلاح خارج الدولة من التحكم بمصير لبنان، وكذلك بالنسبة للأزمة السورية، بالنسبة للأزمة الليبية. إذا باختصار النقاش كان حول كل قضايا المنطقة، إضافة إلى طبعا المصالح والمشتركة والاستثمارات بين البلدين ومشاركة فرنسا والشركات الفرنسية في رؤية المملكة 2030. نعم نعم، من الرياض الخبير في العلاقات الدولية سامي المرشد، شكرا جزيلا لك.